السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة نادي بروسيا دورتموند ونادي باريس سان جيرمان. المباراة دي في الجولة الستة من المجموعة الستة، وانتهت أحداث هذه المباراة بالتعادل الإيجابي ما بين نادي باريس سان جيرمان ونادي بروسيا دورتموند بنتيجة 1-1. المباراة دي أقيمت على استاد إيدونا بارك. نادي بروسيا دورتموند لعب بطريقة 4-3-3، ونادي باريس سان جيرمان لعب بنفس الطريقة، طريقة 4-3-3. ابتدى نادي بروسيا دورتموند المباراة بتشكيل مكون من كوبال رقم 1 في حراس المرمى، خط الظهر عندنا 4، ناحية اليمين ماريوس رقم 17، 2 قلب دفاع زولا رقم 25 وهاملس رقم 15، وناحية الشمال رامي بن سبعيني رقم 5. لعب ب3 في نص الملعب، صالح أوسكان رقم 6، وبرينديت رقم 19، وماركو رويس رقم 11، ولعب ب3 في الخط الامامي، بينوي رقم 43، وفولكورج رقم 14، وكريم اديمي رقم 27. اما نادي باريس سان جيرمان فابتدى مباراة بتشكيل مكون من دوناروما رقم 99 في حراسة المرمى، خط الظهر عندنا 4، ناحية اليمين اشرف حكيمي رقم 2، 2 قلب دفاع ماركينيوس رقم 5 وشاكرينار رقم 37، وناحية الشمال لوكاس هرنانديز رقم 21. ولعب ب3 في نص الملعب، لي كينج إن رقم 19، وفيتينيا رقم 17، وإمري رقم 33. ولعب ب3 في الخط الأمامي، ناحية اليمين كيليان مبابي رقم 7، وناحية الشمال باركولا رقم 25، ولعب برأس حربة صريح مواني رقم 23. مباراة كانت مباراة ابتدت يمكن غريبة شوية، يمكن ابتدت يمكن بضغط لنادي بروسيا دورتموند. ففي الدقيقة 9 هجمة من ناحية اليمين عن طريق زولا، يلعبها عرضية على قوس 18 كده لرويس، اللي يستلمها على صدره ويشوط قنبلة بيمينه، ولكن على شمال دوناروما يصدها دوناروما ويضيع معاها هدف مؤكد لنادي بروسيا دورتموند. في الدقيقة 12 ابتدى بقى نادي باريس سان جيرمان يضيع يعني كم من الأهداف مش طبيعي. يمكن عنوان الشوط الأول إضاعة كم كبير من الأهداف لباريس سان جيرمان. في الدقيقة 12 كرة تروح لفيتينيا على حدود منطقة الجزاء، يشوط صاروخ بيمينه ولكن يصدها حارس مرمى نادي بروسيا دورتموند كوبل، ويضيع هدف مؤكد لباريس سان جيرمان. بعدها في الدقيقة 14 نادي بروسيا دورتموند كرة ناحية على حدود 18 لماريوس، يعمل 1-2 مع بينوي، وينفرد ماريوس بالحارس دوناروما ويحطها بجوار القائم الأيمن لدوناروما، ويضيع معها هدف مؤكد لنادي بروسيا دورتموند. بعدها باريس سان جيرمان في الدقيقة 17 بيضيع هدف مؤكد، يعني ما فيهوش فصال كده زي ما بنقول. كرة اتلعبت من فيتينيا في نص الملعب لكيليان مبابي في ظهر المدافعين، يستلمها كيليان مبابي وانفرد تماما بحارس مرمى نادي بروسيا دورتموند كوبل، يرقص كيليان مبابي كوبل ويحطها في المرمى الخالي، ولكن يطلع من تحت الارض كده زولة ويشيلها من على خط المرمى، هدف مؤكد يضيع لنادي باريس سان جيرمان في الدقيقة 17. في الدقيقة 20 كرة راحت لكيليان مبابي، يرقص كده ويلعبها على شماله لباركولا، اللي يقطم للداخل على حدود منطقة الجزاء،
ويشوط قنبله بيمينه مركونه في الزاويه اليسرى تضرب في القائم الايسر من تحت كده وتخرج ويضيع معها هدف مؤكد لباريس سان جيرمان. بقول لحضراتكم يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي في الدقيقه 20 ونادي باريس سان جيرمان مضيع اكتر من هدف. في الدقيقه 24 كره لكيليان امبابي في نص الملعب يمررها تمريره سحريه للمنطلق من خلف الامام مواني اللي ينفرد تماما بحارس مرمى نادي بروسيا دورتموند ويحطها كده بيمينه تحف بالقائم الايسر لكوبل حارس مرمى نادي بروسيا دورتموند ويضيع معها هدف مؤكد لباريس سان جيرمان. في الدقيقه 44 كيليان امبابي يمرر كوره ناحيه اليمين لمواني اللي ينفرد تماما بالحارس ولكن الحارس يطلع عليه ويصدها بقدمه وتطلع خارج الملعب ويضيع برضو معها هدف مؤكد لباريس سان جيرمان لينتهي احداث الشوط الاول بنتيجة التعادل السلبي ما بين باريس سان جيرمان ونادي بروسيا دورتموند. في الشوط الثاني كلام تاني، نادي بروسيا دورتموند ابتدى نزل المباراة الشوط الثاني ضغط، ففي الدقيقة 51 قدر انه يحرز الهدف الاول، كرة ناحية الشمال كانت مع اشرف حكيمي اتضغط عليه وتتقطع من رامي بن سبعيني الجزائري اللي ياخدها ويدخل منطقة الجزاء ويلعبها تمريرة على الارض على حدود السكس يارد لكريم اديمي اللي يحطها بشماله على شمال دونا روما محرزا الهدف الاول لنادي بروسيا دورتموند ليتقدم نادي بروسيا دورتموند على نادي باريس سان جيرمان بعد مضي 51 دقيقة من عمر المباراة. بعدها بخمس دقايق وبالتحديد في الدقيقة 56 قدر نادي باريس سان جيرمان انه يحرز هدف التعادل، كرة ناحية الشمال مع كيليان امبابي يرقص وينطلق داخل منطقة الجزاء ويلعبها تمريرة على حدود كده 6 يارد ونقطة الجزاء لباركولا اللي يلعبها تمريرة غير متوقعة بالمرة على بره خالص على قوس 18 لإمري المنطلق من خلف الأمام يستلمها ويشوط قنبلة وصاروخ أرض أرض على يمين الحارس محرزا هدف التعادل لباريس سان جيرمان. والمباراة بتنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 ويتأهل الفريقين إلى دور 16 من الشامبيونز ليج. عايزين نقول يعني نادي باريس سان جيرمان بيتأهل بشق الأنفس لأن هنشوف دلوقتي ترتيب المجموعة الستة لأن كان في مباراة أخرى كانت ما بين نيوكاسل وإي سي ميلان وقدر نادي إي سي ميلان أن يفوز على نيوكاسل خارج الديار بنتيجة 2-1. بنتيجة المباراتين دول يصبح ترتيب المجموعة الستة كالآتي: نادي بروسيا دورتموند 11 نقطة من 6 مباريات، يليه في المركز الثاني باريس سان جيرمان 8 نقاط من 6 مباريات، يليه في المركز الثالث نادي الميلان 8 نقاط من 6 مباريات ولكن فارق الأهداف لصالح باريس سان جيرمان. يعني لو كان بروسيا دورتموند فاز على باريس سان جيرمان كان باريس سان جيرمان كان هيخرج من دوري أبطال أوروبا وكان هينتقل إلى الدوري الأوروبي. وعندنا في المركز الرابع نيوكاسل 5 نقاط من 6 مباريات. كان عندنا مبارح برضو في مباريات في دوري أبطال أوروبا أو شامبيونز ليج. عندنا في المجموعة الخامسة كان عندنا مباراة أتلتيكو مدريد مع لاتسيو وقدر نادي أتلتيكو مدريد أن يفوز على لاتسيو 2-0. وعندنا في نفس المجموعة كان سيلتيك مع فينورد، قدر نادي سيلتيك أن يفوز على فينورد بنتيجة 2-1. وفي مجموعة السابعة عندنا كان نادي مان سيتي كان بيلاعب نادي كارفينا النمساوي، قدر نادي مان سيتي ان يفوز خارج الديار بنتيجة 3-2 على نادي كارفينا النمساوي.
وعندنا في المجموعه الثامنه عندنا انتيب كان مستضيف نادي برشلونه، وقدر نادي انتيب بلجيكي انه يحقق مفاجاه ويفوز على نادي برشلونه بنتيجه 3-2. وفي نفس المجموعه الثامنه نادي بورتو قدر انه يفوز فوز كبير على نادي شختر الاوكراني بنتيجه 5-3. بنتائج الشامبيونز ليج دي يصبح المتاهلين الى دور ال 16 من الشامبيونز ليج كالاتي: من المجموعه الاولى عندنا بايرن ميونخ وكوبنهاجن الدنماركي، طبعا بايرن ميونخ اول مجموعه ونادي كوبنهاجن تاني مجموعه. في المجموعه الثانيه عندنا نادي الارسنال كاول مجموعه ونادي اندهوفن الهولندي كتاني مجموعه، وعندنا في المجموعه الثالثه عندنا نادي ريال مدريد كاول مجموعه ونابولي كتاني مجموعه، وعندنا المجموعه الرابعه ريال سويسداد اول المجموعه ونادي الانتر تاني المجموعه، وعندنا في المجموعه الخامسه نادي اتلتيكو مدريد اول المجموعه ونادي لاتسيو تاني المجموعه، وعندنا المجموعه السادسه نادي بروسيا دورتموند اول المجموعه ونادي باريس سان جيرمان تاني المجموعه، وفي المجموعه السابعه مان سيتي كاول مجموعه ونادي لايبزيغ الالماني كتاني مجموعه، وعندنا في المجموعه الثامنه نادي برشلونه كاول مجموعه ونادي بورتو كتاني المجموعه. طبعا عندنا في اخذنا احسن توالت من الثمان مجاميع، الثمان فرق دول هيتاهلوا مباشره او تاهلوا مباشره الى الدوري الاوروبي. عندنا هم نادي جلطة سراي التركي، وعندنا نادي براغا، وعندنا نادي بنفيكا، وعندنا نادي فينورد الهولندي، وعندنا نادي ميلان، وعندنا نادي لينز الفرنسي، وعندنا نادي يانج بويز السويسري، وعندنا نادي شختر الإكرا. النهاردة إن شاء الله في مباريات مهمة جدا في الدوري الأوروبي. عندنا مباراة رويال يونيون البلجيكي هيستضيف نادي ليفربول في تمام الساعة الثامنة إلى ربع بتوقيت القاهرة، وعندنا نادي برايتون هيستضيف نادي مارسيليا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعندنا في الدوري المصري مباراة مهمة جدا وهي مباراة نادي المصري ونادي الزمالك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، نلقاكم في حلقة قادمة من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.